السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا زينين وباحسن حال. فيديو اليوم او وصفتنا لليوم هي العروق. العروق هي اكله مشهوره كلش بمدينه الموصل، وهي خاصه بس بمدينه الموصل. تتسوى بالعزايم، بالافراح، بالمناسبات، بالاعياد، يعني بكل الجماعات الحلوه تتسوى، لازم تكون موجوده. هي تشبه الكبه نوعا ما، بس بها اختلافات بسيطه راح تشوفوها اليوم، وطعمها كلش لذيذ. انصحكم تجربوها بعد ما تشوفون فيديونا. وهاي الاكله هي اكله تراثيه خاصه بس بمدينه الموصل. اليوم راح ناخذكم ويانا ونشوفكم طريقه العمل. هنا عندنا جريش او برغل ناعم، 4 اكواب، مثل ما تشوفون 4 اكواب برغل ناعم او جريش ناعم، نخليها بالصينيه، وبعدها راح نخلي فوقها الملح، وراح نخلي الخميره. الخميرة هي عنصر اختياري، بس انصحكم تخلوها لانها تخفف شوية من دراكة العجينة، تنطيها شوية خفة وطراوة. لهذا احنا استخدمنا اليوم خميرة حوالي 10-11 غرام من الخميرة. هنا مثل ما تشوفون بعد ما ضفت الملح والخميرة بديت اخلطها، وهنا أنا بديت اضيف المي. طبعا المي حسب الاحتياج، ضيفوا شوية شوية حتى لا بعدين تخرب بيتكم العجينة. ضيف شوي شوي مي، وبعدين ابدو قلبوا لحد ما توصل مثل ما تشوفون هذا القوام. وبعدين راح ابدي هسه اغلفها بالنايلون واخليها ترتاح 10-15 دقيقة وارجع لها. نانا هسه راح نبدي بالحشوة. عندي 4 بصلايات راح اقشرهن واقطعهن. تريدون تقطعوها بيدكم او تريدون تقطعوها باستخدام الثرامة اليدوية او الكهربائية مثل ما انتم تحبون. انا اليوم حبيت اقطعها بالثرامة اليدوية لانه البصل كان حاد، فما ردت عيوني تدمع عليه. هنا أنا مثل ما تشوفون بعد ما قطعت البصل راح ابدي اقطع دهن الخروف. لازم يكون دهن خروف، يعني سر الوصفة هو دهن الخروف، راح ينطيها طعم مو طبيعي. تقطعوا بيتكم، يعني لا تستخدموا ماكينة حتى لا يروح الطعم مالته، بيتكم قطع ناعمة مثل ما تشوفون بهالطريقة. طبعا راح نستخدمها هم بالعجين وهم بالحشوة، وراح تشوفون يعني راح نجيكم خطوة بخطوة. هنا أنا عندي البصل الأخضر هم أبدي أقطع شوية شوية ناعم مثل ما تشوفون بهالطريقة. راح أخليه بالجدر هذا للحشوة. راح اقطع المعدنوس همينا للحشوة. هنا احنا بمقادير الحشوة. البصل اللي اقسمه بالنص، قسم للحشوة وقسم للعجينة. العجينة يدخل لها خضروات مثل ما راح تشوفون. هنا انا عندي الطماطة، استخدم الطماطتين حبتين طماطة يعني، وبديت اقطعها مثل ما تشوفون. لازم تشيلون القشر مالتها حتى لا يطلع لكم بالحشوه يعني ويكون مو حلو. اللحم مثروم عندي 1 كيلو للحشوه. اللحم يتخلى بس بالحشوه، ما يتخلى بالعجينه. هنا انا راح اضيف ملح، فلفل اسود، ومعجون. هم يعني استخدمت معجون حار واستخدمت معجون طماطم. تقدرون تتخلون عن المعجون الحار اذا انتم ما تحبون حدادية. هنا انا راح اضيف نص كمية الدهن الخروف، وراح ابدي اقلبها بالطريقة اللي تشوفوها. رجعنا هسه للعجينة مالتنا بعد ما ريحناها. مثل ما تشوفوها صارت قاسية شوية، راح ابدي اكسرها شوية بايدي، وبعدين راح ابدي اضيف لها مي حتى ترجع تاخذ القوام اللي نريده. ضفت لها ماي ولحد ما وصلت القوام هذا اللي دا تشوفه. هنا انا راح اضيف طحين او دقيق. الطحين او الدقيق يساعد العجينة على التماسك اكثر، يعني يخليها عجينة متماسكة، ما يخليها انه تتكسر بالشوي، لانه راح نضيف لها خضروات، فالمي مات الخضروات شوية ينطي طراوة أكثر للعجينة، فالطحين يلزمه أو يعني الدقيق يلزمه. هنا أنا ضفت الدهن مالت الخروف مثل ما تشوفون، الجزء اللي كان متبقي. وهنا أنا راح أضيف دهن حر. إذا أنتم ما عندكم دهن حر أو أنتم ما تحبون يعني تكون الأكلة كلش ثقيلة،
تقدرون تتخلون عنها. والمعجونات الطماطم همين اختياري، احنا ضفناه حتى ينطي يعني لون للعجينة، يخليها ينطيها لون حلو يعني. وهنا انا بديت اعجنها لحد ما وصلت هذا القوام. بالصينية ماتي اخلي زيت، بعدها ابدي اقطع العجينة او اشنقها مثل ما يقولون اهل بغداد، اقطعها بهالحجم مثل ما تشوفون، كلها يعني حجم واحد. ردت اسويها اليوم، ما حبيت اسويها كبيرة، حبيت اسويها وسط. هنا انا هذا حتى ندهن بيه الوجه مات العجينة او مات الاكلة مالتنا. زيت نباتي ومعجون طماطة وبيضة، واخفقها زين لحد ما توصل لهذا الشكل حتى ادهن بيه الوجه. هنا نجيب النايلون تقصوه بالنص، ما عندكم نايلون علاقة نظيفة يعني غسلوا العلاقة ونشفوها بعدين تقدرون تستخدموها. اجيب العجينة مالتي اخليها واسد فوقها النايلون، وبعدها ابدي افجها. اجيب القالب، انا استخدمت غطاء مال الجدر، انتو تقدرون تستخدمون اي قالب انتو تحبوه، احنا استخدمنا اليوم قالب غطاء الجدر هيك مثل ما تشوفون. كلها بنفس القياس سويناها طبعا حتى تطلع شكلها حلو مرتب. ضفت العجينة الحشوة مالتي العفو فوق العجينة. لا تضيفون حشوة هواية حتى لا بعدين ما يستوي او يعني يطلع طعمها مو مستوي مو طيب. فهيك تغطون فوقها تسدون فوقها. وهنا انا راح ابدي ادهنها بالخلطة اللي سويناها قبل شوية مالت الطماطم والبيض والزيت مثل ما تشوفون هيك بهالطريقة حتى ينطيها لون حلو. وهنا أنا راح نسوي شكل ثاني اللي هو شكل الكسماية او شكل الهلال. نفس الطريقة هيك نفتحها وبعدين نخلي العجينة على جزء واحد او على نص واحد، والنص الثاني نقلبه على النص الاول مثل ما تشوفون بهالطريقة. هسه بدي نحضرها للشواء، نخليها بالصينية، هاي بنضيف عليها الخلطة اللي سويناها قبل شوية ونشويها على درجة حرارة 200. أول شي الظهر بعدين الوجه، ضروري أول شي الظهر قبل الوجه حتى لا تحترق بعدين الأكلة. وبعد ما تطلع وتستوي تدهنون وجهها بزبد حتى ينطيها طراوة ومتيبس. وهذه هي كانت وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. واذا انتم ما مشتركين بقناتنا لا تنسون تشتركون وتفعلون جرس الاشعارات حتى توصلكم فيديوهاتنا ووصفاتنا الجديده. واذا اكو وصفه او اكله ببالكم تريدون نسوي لكم اياها اكتبوا لنا بالتعليقات وراح نسوي لكم اياها ان شاء الله. نشوفكم بعدين، نشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.